هنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الكريم على ما تحقق من نجاح في هذا اليوم الوطني المشهود في التصويت في الانتخابات النيابية والمجالس البلدية. وقال جلالته: نهنئ أنفسنا ونهنئ شعبنا الوفي على هذا الإنجاز العظيم لمملكتنا العزيزة. نعم، أشاد جلالته حفظه الله بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهد لها الجميع في هذه الانتخابات من أهل البحرين الكرام من مختلف الأعمار رجالا ونساء، والذي ساهم في تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، وهو إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها التاريخ لأجيال البحرين القادمة. أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لأبناء البحرين على موقفهم الوطني المخلص وهذا الانتصار لخيار المشاركة بإرادتهم الحرة المستقلة وحرصهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية، منوها بما يتمتعون به من وعي وإدراك لواجباتهم واهتمامهم ببناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم في الاستحقاقات الانتخابية وعبر المؤسسات الدستورية. كما أشاد حضرة صاحب الجلالة بالجهود الموفقة والمخلصة التي بذلتها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المساندة وكافة الجهات المعنية وجميع العاملين والعاملات في مراكز الاقتراع والفرز والمتطوعين الذين أكدوا الصورة المشرفة والمستوى الحضاري الراقي لشعبنا الكريم، مثنيا جلالته على ما تميز به من دقة وأمانة وكفاءة عالية، منوها حفظه الله كذلك بدور القضاء البحريني في الإشراف على سير العملية الانتخابية. مضيفا جلالته رعاه الله أن شعب البحرين اليوم بكل فئاته أكد بإصرار على الخيار الصحيح في تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي، مستمدا من تاريخ البحرين ونهجها الذي يقوم على التعايش والتعدد والتنوع بين مختلف الاتجاهات في مجتمع العيش الكريم وفي الدولة المدنية الحديثة التي يعيش المواطنون فيها سواسية. وأكد جلالته أن نهج الشورى سيبقى بالمشاركة في العملية الديمقراطية من قبل ممثلي شعب البحرين والذين تم اختيارهم من قبل أهل البحرين في انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، وسيظل هذا نهج حياتي وعمل المملكة وأهلها، وأن المسيرة مستمرة ومتواصلة بإذن الله بعزيمة صادقة وإرادة راسخة لتحقيق كل الأهداف الخيرة المباركة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. سائلا جلالته المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة بحريننا العزيزة والإسهام في تعزيز مكانتها وتحقيق تطلعات شعبها الوفي نحو المزيد من الرفعة والرقي والتقدم والازدهار.